جورجينا ماتت. توقف عن محاولة إنقاذها، لا جدوى من ذلك. جورجينا لن تعود، لقد عانت كثيراً، من الأفضل أن تستريح. سممت طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات فقط. الطفلة أصيبت بالشلل الرباعي ثم فارقت الحياة. ولدى اعتقال الأم كشفت التحقيقات ما هو أفظع من ذلك بكثير. الاسم رولا بيسبيريغو، التهمة قتل بناتها 3، المكان اليونان. في 29 من يناير عام 2022 توفيت الطفلة جورجينا ذات 9 سنوات في أحد مستشفيات اليونان بعد أن دخلتها مرات عدة منذ أن عانت للمرة الأولى في إبريل عام 2021 من تشنجات مؤلمة انتهت بإصابتها بالشلل الرباعي ثم الوفاة. سارع الأطباء إلى تشريح الجثة ليكشف الطب الشرعي ما لم يكن في الحسبان. أم الطفلة وهي ممرضة في 34 من العمر تدعى رولا بيسبيريغو سممت ابنتها بمخدر الكيتامين رغم أنها كانت تعلم أنه سيؤدي إلى معاناة ابنتها لفترة طويلة ثم موتها. ألقي القبض على رولا في مارس عام 2022، وعقب توقيفها باشرت السلطات بتحقيق يتناول وفاة ابنتيها الأخريين ملينا ذات 3 سنوات التي توفيت عام 2019 ورضيعة آيريس التي توفيت عام 2021 وكان عمرها حينها 6 أشهر فقط، لتأتي صدمة أخرى. الطفلتان توفيتا اختناقا. على الرغم من استمرار التحقيق في مقتل الطفلتين إلا أن الاتهام بوفاتهما وجه أيضا إلى الأم في أغسطس عام 2022 فيما أصرت الأخيرة أمام المحكمة على براءتها. أثارت القضية غضبا واسعا في اليونان التي من النادر أن تسجل حوادث مماثلة، وحظي مقتل البنات 3 باهتمام إعلامي كبير ما دفع الحكومة إلى الدعوة إلى التحلي بالهدوء إزاء انتشار دعوات لقتل رولا، لدرجة أنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص ومحاطة بحماية أمنية كبيرة خلال نقلها إلى المحكمة. وبينما ينتظر اليونانيون نتائج التحقيقات وقرار المحكمة، كتبت على واجهة منزل رولا في مدينة باتراس عبارة الموت لقاتلة الأطفال، حتى أنها لقبت هناك بميديا العصر، وميديا شخصية خيالية تقول الأساطير اليونانية القديمة إنها كانت تقتل أبنائها بلا رحمة أو شفقة.